وبنهاية صباحنا لليوم حنروح للجمال السوري، من جمال الوردي الشامية لجمال الحرف التراثية القديمة اللي دائما دمشق بتتغنى وبميزة حرف كتير كانت موجودة وما زالت، واليوم طبعاً كل الحرفيين عم يشتغلوا عليها عم يروحوا لتطويرها، ولكن أبدا اليوم ما حاولوا أنهم اليوم ما يشيلوا البصمة التراثية منها، يعني رغم كل التطوير شفنا اليوم قد دخل قصص عليها ولكن بيوت مسكين بهذا التراث. طبعا عم نحكي اليوم عن حرفة تطعيم الخشب على الصدف، هي الحرفة رشا موجودة يمكن من مئات السنين، يمكن عم نتوارثها من جيل لجيل. أكيد هايدي، بس هاي الوراثة مثل ما قلنا بقت محافظة على الشيء الأساسي وهو الأصالة السورية بأي حرفة يدوية. اليوم رح نحكي عن تطعيم الخشب اللي هو بحاجة لكثير من الصبر والدقة وطولة البال مثل هيك ما بيقولوا. خلينا نحكي أكثر عن هي الحرفة، وضيوفنا لليوم هو محمد الكشك والسيد عمر الكشك. بدنا نقول شيوخ الكار اليوم حضرتكم، يسعد صباحكم. صباح اهلا وسهلا بحضرتكم استاذ محمد واستاذ عمر. استاذ صباحك، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. بدايه سهل. خلينا نبدا مع حضرتك استاذ محمد، خلينا نحكي اكثر عن تاريخ هي الحرفه وعن صناعتها. هلا تاريخ الحرفه انا عملت بحث عنها، هن بيقولوا شيوخ الكار القديمة إنه عمرها 700 سنة، هي عمرها 7000 سنة ما قبل الميلاد. 7000 سنة ما وين اكتشفوها؟ كانوا يحطوا على القبور، كانوا يحطوا صدف، كانوا يحطوا، طوروا المصلحة اشتغلوا بالحفر بعد منها. بعد ما اشتغلوا بالحفر كان هي الأساس، المصلحة هي حفر. فاطمي كانوا يشتغلوا والأيوبي وكذا وهيك، بعد منها صاروا ينزلوا الخيط العربي، صار ينزلوا العربي، صار ينزلوا المعشى، صار ينزلوا المشجر، هيك صارت الحرفة تطورت طبعا شوي. تطورت شوي شوي حتى أخذت رونقها اللي شايفينه قدامكم. يعطيكم ألف عافية. عمر رح انتقل عندك، حضرتك أخ اليوم أخذ الحرفة منه؟ عن جدي أخذها. عن جدك، يعني كونه في فرق بالعمر أكيد، يعني اليوم كنتوا مثل ما بيقولوا موجودين مع جدك بالمحل وبصنعة، قديش اليوم أخذتوا خبرة من هذا الجد العظيم اللي حمل هاي الحرفة؟ يعني دي أعطاك يعني اليوم رح تقدر اليوم أنت تقدر تصنع هيك تحفة من هي بس واحد هو الحرفة من حالة بيبدع فيها. تحبها؟ إيه طبعا، لو ما حبيتها ما أبدعت فيها. خلينا هيك نحكي اليوم عن المراحل التصديف، اليوم عم نشوف كذا قطعة يمكن لفت نظري مواكبة الموضة كمان جزتين بس تقيلة تقيلة يعني اليوم هذا جزدان نسائي، يعني خلينا نحكي عن مراحل الصدف بشكل عام لأي قطعة اليوم، كيف شو المراحل اللي بتمرق فيها؟ يعني هلأ اليوم أكيد أول شيء الخشب بده يكون ناشف، عمره من فوق 10 سنين أكيد. هذا الشيء طبعا الخشب ما بينشغل فيه أخضر لأنه مشان تكون أخذ عوامل الطبيعة. القطعة وين ما راحت لا تشقق، لا تنسم، لا يصير يصيبها أي شيء. طبعا بدها تكون معالجة من الدود والسوس، لأنه أنا في عندي قطع مثلا عمرها مئات السنين كان ما في معالجة بالأساس، فيها بقلب منها سوس. لحنا بلشنا، لحنا كل سنة بنشتري خشب أخضر، كل سنة بنشتري خشب أخضر ومننشفه هيك ليطلع عنا أول وجبة خشب مثلا بعد 8 سنين أو 10 سنين بيطلع عنا وجبة خشب. بس على طول إحنا عنا شيء موجود بالورشة هو الخشب الأخضر كل سنة. هذا طبعا بعد ما نخلص من هذا الشيء طبعا منفوت منشرح الشيء اللي بدنا إياه. مثلا نفترض اليوم إنه إحنا بدنا مثلا شنطة جزدان، بدنا علبة، منصمم اللي بدنا اياه، منقص ومنشرح ومنبلش اول شيء بالخشب. بعد منا بيجي هو مرحله الرسم، بعد منا هو بيجي الدق والشك وتعبئه القصدير، بعد منا الحفر، بعد منا بيجي هو التصديف. تمام. مع عمر كمان يعني لجانب اللي شفناه عم نشوف قطع كبيره ممكن تكون القطع موجوده عندنا بالديكور بالبيوت، خلينا نوضح كيف عم بيكون الاقبال عليه هون، كيف عم بتكون طريقه التصنيع. هلا مثل هون عندنا المزهريه، هي مزهريه مشغوله بالمعشة، هي انه بتنحط اساس بالمنزل للورد ما الورد، بس هي القطعه بدها وقت كثير لحتى تطلع. وثاني شغله مثل ما قلت لك اهم شيء كل واحد بيهواها قبل ما يشتغلها. شو يعمل؟ يهواها لتقطعها قبل ما يشتغلها. دائما الحب والنجاح يعمل بحياته. اذا ما حبه ما حيطلع معه ظابطه. اكيد.
طيب محمد، خلينا نرجع شوي لعندك اليوم. اي عمل بحياه اي حدا فينا في صعوبات اليوم نمرق فيها، ولكن انتم اليوم رغم كل الظروف اللي كانت ومن خلال صباحاتنا اليوم كنا عم نستضيفكم ونشوفكم دائما عم تشتغلوا على شيء ضمن الحاضنه وضمن الحرفيين الموجودين معكم، هدول الصعوبات اليوم كيف عم تتجاوزوهم؟ شو هي اهم الصعوبات اللي عم تعانوا؟ والله احنا الصعوبات اليوم مثلا مثل هالوقت هذا احنا صعوبات مواد اوليه، مواد بالكهرباء، البنزين، بالمازوت، هيك احنا الصعوبات اللي عم نواجهها هلا. طبعا صعوبات الكل يعني الكل طبعا اي طبعا يعني صعوبات بالكل يعني يعني كان اليوم انت حتى تطلعي هيك قطعه بدك وقت كبير وبدك كهرباء، بدك كادر، بدك مواد اوليه. المواد الاوليه كانت بشيء وصارت بارقام خياليه. يعني احنا عم نشتغل هاي القطعه من روحنا. صحيح. يعني اليوم نحن وقت ساوينا سك الملكية الأول، أنت بتعرفي حضرتك سك الملكية رقم واحد، الشباب وقت طلع سك الملكية يعرفوا شو هو سك الملكية. سك الملكية مكتوب عليه الجمهورية العربية السورية. صحيح. القطعة وين ما راحت صار فيك الداخلية دور مزادات بأوروبا، وين ما كان بتحسن تبيعيها القطعة. صار بس ضل الصانع الأول مثلا هو محمد الكجوك بهي القطعة. ما عاد يروح الاسم وضلت الجمهورية العربية السورية هي صانع القطعة، لأنه في ناس كتير بدها تتبنى هذا الشيء لها، ما زبط معهم. صاروا الشباب هلا مثل الاستاذ عدنان تمبكجي كمان اي طبعا اخذ كمان شيخ كار واخذ براءة اختراع وسكل اي طبعا وسكل الملكية اي بالشطرنج. وكمان هلا عندنا عم نجهز الاستاذ فراس السلكة كمان ساوينا شغلة اليوم مو صايرة بالعالم. انجزنا شغل انا وياه، هو صنع العود، انا ساويت له عود سماكة 3 ملي محفور، هذا ما صار بالعالم كله. نحن هلا قائم يعني يومين ثلاثة بيكون منتهي من كل شيء، يعني انه عود انت اليوم سماكة 3 ملي هذا الشيء مستحيل، مو صاير يعني. حاولوا انه يشتغلوا ما صار، انجزته انا وطلعته وصار جاهز، هلا يومين ثلاثة بيكون جاهز. تمام عمر، يعني في حال اليوم كان عندي بالبيت مثل هيدا الصندوق او المبخرة او الفازة، اليوم انا كيف ممكن احافظ عليهم مشان مثل ما بيقولوا تعتق القطعة عندي؟ هلا هي اهم شغلة متقرب عليها المي، بمسح بخرقة ناشفة. ثاني شغلة يعني اهم شيء هو هذا الخشب بجوز مثل ما اخذ مي ببلش بشقه. يعني لازم تكون في عناية لكم أكثر. في عناية كثير لهالقصة. اللي هو خشب طبيعي. لما هات اليوم بالنبريج يعني بربيش المي بغسله طبعا دغري تنتزعق. بدي احلى اليوم السيف الدمشقي، يعني هو مثل ما قلنا تراث لا مادي بالنسبه لنا كسوريين. خلينا نروح نرجع محمد لعندك شوي ونحكي اليوم عن تاهيل الكوادر الشبابيه، يعني اليوم كيف عم تشتغلوا عليهم؟ كيف عم تحاولوا تقنعوهم انه انتم اليوم ضمن هي الظروف، ضمن الظروف الاقتصاديه مفروض تحبوا هيك شغل؟ اليوم حكى اخي انه لازم واحد يكون بحب هاي الشغله. هلا انا اليوم يعني كل مين مبدع انا بنظري هو شيخ كار. كل مين مبدع بيشتغل قطعه حلوه انا بنظري هو شيخ كار. هلا طبعا انا يعني انا من الظروف اللي عم عانيها مش موضوع انه الشغيله وكذا، هلا انا مشغل اولاد اختي اولادي وابن اخي اولاد شو اسمه اولاد ابن حماي اولاد عمتي كلهم معي، بدي احافظ على هذا الموضوع. يعني المصلحه كانت قابلة للاندثار، اللي احنا بنحافظ عليها هي الهوية الدمشقية اللي موجودة لهي البلد. يعني احنا لازم نحافظ عليها، لازم نعلم اجيال الجيل بس تجي لعندي. هلا مثلا مثل انا شلون سجعوا عندي الاولاد انه يشتغلوا، انت لو طلع القطعة اللي بدك تطلعها الك بدك تطلعها طلعها وحقها الك، ما بدي شيء منها وخذ كل شيء مواد من عندي. صحيح. طبعا انت مشان سجعي على هذا الشيء اشتغل اول قطعة يا سلام اخذ حقه له، ثاني قطعه صار يبدع، صار بيطلع شغله حلوه يتفرج شو عم طالع انا حفزته بطريقه طبعا طريقه ما تسويقيه يعني طبعا اي اي طبعا فاضي استاذ محمد توقعت نعبيكم لازم نعبيه ذهب لكم تسلم تمام العافيه استاذ محمد. يمكن دائما اول شيء بنشتغله بالمجال اللي بنحبه دائما هيك بياثر فينا بنضل بنتذكره، خلينا نوضح شو اول قطعه اليوم انت اشتغلتها ولسه متذكره؟ هلا اشتغلت اول قطعة أنا بيرو. بيرو؟ إيه بيرو. بيرو تقريبا شي 220 اسمه بطن الحبلة. معجن هيك مثل مرة من جد، هو الحبلة هيك معجن له بطن وهيك. هذا أول بيرو اشتغلته. هذا من شي تقريبا 21 سنة. بضل هذا بتذكره؟ إيه طبعا. عمر أنا سويت أول مراية طولها 4 متر.
شو كان اكثر شيء حبيته بهي القطعه اللي اشتغلتها؟ انا شوف كانوا عم يساوون المرايا، انا صرت طلع مرايا انه افظع من المرايا اللي عم يساووا لحد الان افظع. وهلا قد ما قلدوها ما مستحيل يطلعوا بجماليتها. هون في تميز بالنسبه لعمر صح. دائما القطعه الاولى وقت بنرجع عليها بعد بنقول لو نحن عملنا كذا طبعاً. لو طبعا غيرنا هون، ولكن اليوم انت عمر عم تقول انه هي متميزه لهذا الوقت ما قدر حدا يقلدها. لحد الان متميزه وهلا قلدوها، ورغم ما قلدوها ما طلعت بجمالية العالم. اليوم علي واثقة من نفسها كثير اليوم. لا لا اليوم انت بس عم تشتغلي شيء من روحك. هلا انا المصلحة بعدها شيء من روحي. وقت انا اشتغل قطعة حلوة خلص القطعة الثقيلة انه انا عارفان انه لو قلدوها ما راح تطلع معهم. طبعا اليوم الصدف بيختلف، القصدير بيختلف، اي شيء بيختلف، هو عم يختلف، عم يضرب شيء بيرمز البلد اللي عم يقلدوها. هو هي المشكلة، اللي عم يقلد يا ريت عم يشتغل صح، انه عم يضرب انه شيء اللي مشغول. يعني اليوم بيجي الزبون بيشوف اللي مشغولة بيطير عقله فيها، بعدين كان بيقلدوها بيوعوا بنص القيمة، هي مشكلة صارت. شاركتوا شيء بمعارض او فعاليات لحتى تسوقوا لشغلكم اكثر؟ طبعا كل شيء معارض اللي احنا هون بالبلد موجودين. ايه وشاركت باكسبو، اخذنا رقم اكسبو دبي، اخذنا رقم اول. وانا شاركت بعمان من شيء 6 سنين كمان اخذت رقم اول. محمد عمر شو رايك اليوم بالمعارض؟ شو بتعطيكم كحرفيين سوريين؟ هلا هي كل ما هنالك بتسلط ضوء على الحرفه اكثر وشهره ثاني شغله. ومنه كمان شان الأجيال تتعلم الحرفة ما تموت وتضل منشورة. ويمكن وقت اللي بيكون المشاركات فيها خارجي اليوم في تبادل الثقافات، إن كان بالأفكار وإن كان بالعمل. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق والله يمدكم الصبر. يعني اليوم أنتوا عم تشتغلوا مهنة الصبر هي أكيد. يعني هايدي شكرا لحضوركم لليوم السيد محمد الكوجوك والسيد عمر الكوجوك، شيوخ تجار بتطعيم الصدف على الخشب. انبسطنا فيكم ونحن ناطرين اليوم العود طبعا ندندن عليه فينا ندندن طبعا لك ان شاء الله. صوتهم كلهم شغال بس انه حفر فخورين ما صار طبعا. عن جد احنا اليوم فخورين باي انجاز سوري ضمن هاي الظروف. يعني اليوم الشباب السوري لهلا عم يحاول يثبت وجوده انه نحن طبعاً. موجودين ورح نبقى ان شاء الله حنبقى موجودين لكم ان شاء الله. اكيد وشكرا لكم انكم بعدكم محافظين على هي الحرفه التراثيه. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم.